السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم بخير وعلى خير. اليوم راني في دار خالتي، درت لنا امبورغر لذيذ. دوكا راح نوريكم الوصفة، لكن قبل ذلك ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتابعوني عندي، وديروا لي لايك وديروا لي كومنتار مليح. هذه ماشي وصفة، وخير ديروا لي زومبورغور في الدار ولا ديروهم ولا تشريهم في برا. دوك نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش راهي الداخل، شحال بنينه. هذيك لذيذه جدا. دوكا حنا ناكلها نشوف اذا هي لذيذه. هايله في غايه الروعه. طيب ساعد سنية فيها خالتي. هذو هما لي زومبورغور، خير من برا، خير ديرهم في الدار ولا ديروا ولا تشريهم في برا. هاهم ليك، وكان تشدوهم طريين ومن بعد نولي لعندكم. هانا نطيبو لي بلوم بولي، هاي طيبهم خالتي. هنايا كي يقلاو كاع درنا لهم الفرماج فوقا. هاوليك شوفوا زعما ديولو لهذا. هاوليك هما هايلين، كنشمو ريحة تاعهم. يعجبولكم. شوفوا زعما هنايا هاوليك. نديرو الفرماج وهو سخون. هذا الفرماج هو سخون. هاي خالتي توجد في الامبورغر، هي دارت لا مايونيز مع سلطة. دوك زيد دير طوماطيش، ومن بعد زيد دير لي اسمهم لي بلون بولي. راهي تزيد دير الاخرين حتى كي تقضى نوريهم لكم كيفاش دارت الداخل. جهة هايلي نفس المكونات، كانت تشمو ريحة تاعها تهبل. شوفوا كيفاش خرجوا، خير من هذوك تاع الريستورون. هذو اكلات صحيه منزليه وصحيه وايضا نقيه. اما كاع ولاد العائله افراد العائله ياكلوا في مائده العشاء. كيفاش راكم تشوفوا كاع هنايا كيفاش حطنا الطبله.
Alors ça vaut pour le nez que nous